بك البحرين بلد الكرام بلد السلام تسترها على المكانة والمقام ليتامها نهج الشريعة والعروبة والقيم عاشت مملكة البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين، سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة، سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس لجنة التحكيم، الآنسة آيكان مكامبتوفا رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، سعادة الضيوف الأعزاء المشاركون والمشاركات الأفاضل حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم اليوم في حفل ختام هاكاثون التعافي بعد جائحة كورونا الذي انطلق بشراكة ثلاثية بين جامعة البحرين ومعهد الإدارة العامة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين. Your Excellencies, distinguished guests, it is our privilege to welcome you all to the closing ceremony of the Recovery After COVID-19 Hackathon, organized by the University of Bahrain, the Institute of Public Administration, and the United Nations Development Programme in the Kingdom of Bahrain. حضورنا الكريم، جاء هذا الهاكاثون ليؤكد على أهمية اعتماد مبادرات مبتكرة مبنية على أسس علمية لمواجهة تحديات ما بعد الأزمة واستشراف استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية عبر إشراك طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة البحرين ومرشدين من القطاع العام في عملية صناعة الحلول لتخطي الأزمات الحالية والمستقبلية. This hackathon emphasizes the importance of adopting innovative initiatives based on scientific basis to face post-crisis challenges and foreseeing new strategies to face future challenges by involving postgraduate students and faculty members at the University of Bahrain, as well as mentors from the public sector in the process of creating solutions to overcome current and future crises. I'm honored to welcome to the stage Her Excellency Dr. Jawahar bin Shaheen Lamdahki, President of the University of Bahrain, to deliver the opening address on this occasion. يسعدني دعوة سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين لإلقاء كلمتها بهذه المناسبة، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ الفاضل الأستاذ محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، سعادة الأخ الفاضل الدكتور رائد محمد بن شمس مدير عام معهد الإدارة العامة بيبا، سعادة الأخ الفاضل المهندس أحمد عبد العزيز الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس لجنة التحكيم، سعادة الفاضلة الآنسة آيكان مكامبتوفا رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة، أصحاب السعادة ضيوفنا الكرام، الزملاء الأعزاء، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن نرحب بكم اليوم في حفل ختام هاكاثون التعافي بعد جائحة كورونا، فهذا الهاكاثون يعد من المبادرات الفريدة لتعزيز العمل الجماعي بين المؤسسات العامة والخاصة بالمملكة، خصوصاً في ظل الظروف التي شهدها العالم بسبب الجائحة والتي لم يسبق لنا أن نشهد مثلها في هذا العصر، وإننا في جامعة البحرين فإن من ضمن واجباتنا تشكيل وتطوير أجيال متعاقبة من القادة الذين تحتاجهم بلادنا لصقل مهارات الابتكار والبحث والتي تساهم في إنشاء منصة لاقتصاد قائم على المعرفة بإذن الله. إخواني وأخواتي، إنه لشرف لنا في الجامعة الوطنية
أن نتعاون مع معهد الإدارة العامة في هذا الهاكاثون انطلاقاً من الدراسة المهمة التي قام بها المعهد عن أثر جائحة كورونا على مستوى أداء موظفي القطاع العام بالمملكة وحصر التحديات، ومن ثم البناء عليها لصناعة حلول إدارية مبتكرة مبنية على أسس علمية لتخطي هذه الأزمة. فجميعنا يعمل من أجل تحقيق التنمية الشاملة وفق رؤية سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتوجيهات الحكيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بإشراك البحث العلمي في عملية حل أي تحديات تواجه الجهات الحكومية بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي في مملكتنا الحبيبة. ولا شك أن هذا الهاكاثون يتماشى مع رؤية البحرين 2030، والذي نسعى من خلاله لأن يكون له دور في وضع الحلول المختلفة والمبتكرة لما يمكن مواجهتها فيما بعد الجائحة، ومن ثم تزويد البحرينيين بمهارات التوظيف والمعرفة والقيم من خلال تطوير مهارات الابتكار والبحث لديهم وإعداد قادة المستقبل. لقد تم تقديم أفكار ذات قيمة عالية من قبل الفرق العشر المشاركة في الهاكاثون، والتي من الممكن أن تحدث أثراً كبيراً في تطور القطاع العام فيما يخدم المستفيدين من خدماته. إننا نفخر بما تم تقديمه من قبل طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين، ونؤكد ثقتنا باستمرارهم في العمل مع زملائهم في تقديم أفكار خلاقة ومبدعة تسهم في تطوير وطننا الغالي. ونرى بأن هذا الهاكاثون بمثابة نقطة انطلاق لرحلة أطول نعمل فيها سوياً على جميع مراحل توليد الأفكار والابتكارات، مستعينين بأحدث البرامج التكنولوجية الجديدة واعتمادها وتكييفها للخروج بأدق النتائج وأفضلها. وختاماً أود أن أغتنم هذه الفرصة لأجدد الشكر لسعادة الأخ الفاضل الدكتور رائد بن شمس مدير معهد الإدارة العامة وشركائنا في هذه المبادرة، وعلى الأخص لجنة التحكيم برئاسة سعادة الأخ الفاضل المهندس أحمد الخياط وكيل شؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، واللجنة المنظمة على عملهم المتفاني، ولجميع المبتكرين الذين انضموا إلى الهاكاثون. ونحن نتطلع دائماً إلى إطلاق العنان للإبداع وتوفير الحلول العلمية المبتكرة المساندة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح لمملكتنا الحبيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكي على هذه الكلمة. حضورنا الكريم، جاءت فكرة هاكاثون التعافي بعد الجائحة لصناعة حلول إدارية مبتكرة لتخطي الأزمة، وذلك بعد أن قام معهد الإدارة العامة بدراسة أثر جائحة كورونا على مستوى أداء موظفي القطاع العام بمملكة البحرين وحصر التحديات التي خرجت بها الدراسة وعرضها على أكاديميين وطلبة الدراسات العليا في جامعة البحرين لاقتراح حلول لتلك التحديات خلال الهاكاثون في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في مملكة البحرين. لذا نتشرف بدعوة سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. I'm honored to welcome to the stage His Excellency Dr. Raed Mohammed bin Shams, Director General of the Institute of Public Administration, to deliver the opening address on this occasion. Please join me in welcoming His Excellency. Assalamu
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا تعذروني خلوني بس من الكلمات يعني دائما في خواطر بعد أحس أنها أكثر أريحية. سؤال: من فيكم يعد نفسه أكاديمي؟ يرفع يده. أكاديميين ما شاء الله تبارك الله، ممتاز. من منكم يعد نفسه براكتيشنر، ممارس مهني في العمل الحكومي أو غيره؟ يرفع يده. غريب، في ناس رافعين يدهم مرتين. نعم، بكل معنى الكلمة، ترى أنا معاكم أرفع يدي مرتين. إحنا مجموعة من العاملين اللي إحنا لا إحنا أكاديميين خالصين ولا إحنا بممارسين خالصين، لذلك نطلق على أنفسنا مصطلح براكاديميكس. We are not practitioners, we are not academics, we are pracademics. بالعربي سميتهم أكارس، عجبكم ما عجبكم سأناظركم. فلسنا باحثون أكاديميون، ولكننا نحب البحث العلمي، نحب البحث العلمي الرصين، وندرك علاقته بل أهميته لصناعة القرار وليس اتخاذه فقط. لذا تولد عندنا التوجه في بيبا من الواقع الذي نعيشه نحو تعزيز الشراكات مع الجامعات لسد الفجوة بين الممارسين والأكاديميين. ويتوجه المعهد لبسط قضايا القطاع العام لتكون ضمن أجندة البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية بمشاركات من أساتذة الكرام والطلبة الشباب المبتكرين. فالمشاريع المقدمة اليوم تعكس قدرة الشباب على مواجهة تحديات المستقبل، بل استشراف وصناعة المستقبل بطموحات الشباب، وبما يتوافق مع ويصب في تحقيق النظرة والتوجهات السامية التي اختطها سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، والأولويات الوطنية التي حددها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وسدد خطاهما. ونفخر بكل معنى الكلمة، نفخر بالشباب البحريني اللي اليوم شارك معانا في عملية مواجهة التحديات وصناعة الحلول وتخطي الأزمات، بما يعزز مساهمتهم الوطنية ويجعلهم قادرين على قيادة جهود الارتقاء بالوطن. وها نحن نشهد نتاجهم ونسعد به في مشروع الهاكاثون هذا، من بحوث علمية مرتبطة بتحديات القطاع العام الواقعي، ودليل علمي على نجاح الشراكة مع جامعة البحرين. ولأن القيادة الرشيدة جعلت من الابتكار مرتكزاً أساسياً لدى مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لمعالجة مختلف الأزمات والتحديات، فإن توظيف منهجيات الابتكار الحكومي وبناء القدرات المؤسسية والفردية سواء ضمن البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية أو ضمن صناعة السياسات والاستراتيجيات الحكومية، وتجربة الشراكة هذه بين بيبا وجامعة البحرين أثبتت نجاحها، ونحن بحاجة لمزيد من المشاريع الابتكارية لسد الفجوة بين العمل الأكاديمي وميدان الإدارة العامة، ليصب نتاج التطوير هذا في خدمة المواطن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعلينا جميعا السعي المخطط والممنهج والحثيث لتزويد متخذي القرار وصانعي السياسات الحكومية بمزيد من المنهجيات العلمية الابتكارية التي ترفدهم بالبراهين والأدلة والمعرفة لإيجاد حلول مبتكرة ناجعة آنية ومستقبلية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال التكامل مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية كجامعة البحرين وغيرها من الجامعات العريقة الموجودة عندنا في البحرين. وفي الختام، شكر خاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مساندته لبيبا في مشروع مختبر الابتكار الحكومي والدعم الذي لازم فعالية الهاكاثون. إخواني ستيفانو وعلي موجودين معنا، موجود معنا علي، ستيفانو is not here. والشكر للفرق المشاركة من طلبة وأساتذة، والشكر للموجهين من فريق الابتكار وسفراء الابتكار وشركاء المعهد من المدربين، وأحبتي طبعا أسرة المعهد.
أسرة المعهد وعيال المعهد، ترى أغلب اللي موجودين خريجيننا، فيعني نفتخر. والشكر لجامعة البحريني على الثقة التي أوليتمونا إياها في هذه الشراكة والتشبيك، والذي به يكون الناتج كما نشهده اليوم أكبر بكثير من مجموع الأفراد أو مجموع المؤسسات، لنصنع معاً مستقبلاً زاهراً للوطن والمواطن في مملكتنا البحرين الحبيبة، مبني على اقتصاد المعرفة. وشكراً جزيلاً. نشكر سعادة الدكتور رائد محمد بن شمس على هذه الكلمة. والآن يسرني دعوة الآنسة آيكان مكامبيتوفا، رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإنابة لإلقاء كلمتها بهذه المناسبة. May I please invite to the stage Ms. Aykan Mukambitova, Head of the United Nations Development Programs Office AI, to deliver her speech on this occasion. Your Excellency Dr. Jawahar Al-Mudhaki, Your Excellency Dr. Raed Bin Shams, dear distinguished participants and guests of today's meeting, I am honored and privileged to join you today for this remarkable event on the outcome of the hackathon, which has generated a number of work papers focusing on the design of solutions for innovative public administration in the context of the impact of the COVID-19 crisis. And it is my great pleasure to see some of our co-partners, the University of Bahrain and the Institute of Public Administration, coming together here today on this important initiative to pave the way for public innovation through scientific research tools. Allow me to acknowledge that such a close tripartite partnership has enabled our institutions to organize and implement this initiative both effectively and efficiently, despite the challenges of the COVID-19, the required physical distance and remote work arrangements. I take this opportunity to express UNDP's high appreciation for such a fruitful partnership. UNDP is placing increased emphasis on supporting innovation that helps drive forward progress on the sustainable development goals. In an unprecedented situation in which our old normals can no longer be taken for granted, innovation is finding a place in almost every aspect of response to the impact of the COVID-19 pandemic. UNDP recognizes innovation as a methodology and a mechanism that creates opportunities to focus and revitalize approaches to reflect changing circumstances. As the UN system's technical lead on the COVID socioeconomic response, UNDP is committed to working with our partners to ensure that recovery plans focus on policy innovation and bold integrated solutions. Recognizing, promoting, and supporting the role of youth, the role of our young generation as positive contributors to sustainable development is another top priority of the United Nations Development Program. Building the capacity of youth to foster their active role in achieving the SDGs is of paramount importance to us. We also recognize that multi-stakeholder partnerships are crucial for interventions in all priority areas, given the multidimensional impact of the COVID-19. Allow me to reiterate that the hackathon has been a perfect example of such a fruitful multilateral collaboration. And as a way forward, we are eager to continue our fruitful partnership. Again, it is an honor to be with you today, and I hope to celebrate more joint successes in the future. Thank you. Thank you, Ms. Aykan Mukambitova, on the speech. حضورنا الكريم،
إنه لفخر لنا جميعاً أن نجد مملكة البحرين غنية بالقيادات الفذة ذات الباع الطويل في مجال تطوير العمل في القطاع العام، وإنه لمن دواعي سرورنا أن ينضم لنا فريق المحكمين الذين بذلوا جهداً كبيراً في تقييم أبحاث المشاركين في الهاكاثون وقياس مدى مساهمتها في معالجة التحديات الناتجة عن أزمة جائحة كورونا. ومن هنا يسرني دعوة سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط رئيس لجنة التحكيم لإلقاء كلمته بهذه المناسبة. I'm honored to welcome His Excellency Engineer Ahmed Al-Khayat, the Undersecretary for Works Affairs in the Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urban Planning, Jury Chairman, to deliver his speech on this occasion. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكي المقرة، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الضيوف الكرام، وحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لجامعة البحرين العريقة وعلى رأسهم سعادة الدكتورة جواهر بن شاهين المضحكي رئيس جامعة البحرين للثقة الكبيرة التي منحوني إياها لأن أكون رئيساً للجنة المحكمين التي أنيطت بها عملية تقييم الأوراق البحثية للمشاركين في هاكاثون التعافي بعد جائحة كوفيد-19. كما أنتهز هذه الفرصة وأبارك لسعادة الدكتورة جواهر نيلها الثقة الملكية السامية بتعيينها رئيساً لجامعة البحرين، وأني لأثني على الدور الريادي الذي تقوم به جامعة البحرين في إطلاق المبادرات الخلاقة والمتميزة بين الحين والآخر، علاوة على المناهج المتقدمة التي تطرحها للطلبة لنيل الشهادات الأكاديمية والدراسات العليا حتى ضاع صيتها في مختلف البلدان. وأفتخر بأن أكون من أحد خريجي هذه الجامعة ذات الصيت الطيب. كما أتقدم بالشكر والتقدير لأخواتي وأخواني أعضاء لجنة المحكمين الكرام على ما بذلوه من جهد وأعطوا من وقتهم الثمين لدراسة وتقييم البحوث المشاركة في هاكاثون التعافي بعد جائحة كورونا، وقد أبلوا بلاءً حسناً ولم يدخروا جهداً في سبيل أن تكون نتائج التقييم عادلة من جميع النواحي ووفقاً لمعايير التقييم المرسومة، حيث بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ 23 سبتمبر 2021 وانتهت من نتائج التقييم بتاريخ 28 سبتمبر 2021. ولا يفوتني أن أشكر معهد الإدارة العامة وعلى رأسها سعادة الدكتور رائد بن شمس على ما بذلوه من جهد مضاعف في إعداد الدراسة وعمل المسوحات اللازمة، فلهم منا كل الشكر والتقدير. والشكر موصول للأخوات والأخوة في فريق التنظيم من جامعة البحرين على جهودهم المتميزة وتكريس وقتهم لإظهار هذا البرنامج بالشكل الذي يتناسب مع سمعة جامعة البحرين العريقة. وها نحن اليوم نحتفل معاً بختام هذا البرنامج المتميز الذي استغرق قرابة الأربعة أشهر من مرحلة الإعداد إلى مرحلة الختام، حيث سيتم في هذا اليوم الإعلان عن الفائزين الثلاثة الذين قدموا أفضل أوراق بحثية في الهاكاثون. ونقول للمشاركين بأوراقهم البحثية في هذا الهاكاثون بأنكم كلكم فائزون. كما نبارك ونهني للذين حصدوا المراكز الثلاثة الأولى، راجين لهم دوام التوفيق والسداد وحظاً أوفر لبقية المتنافسين في مشاركات قادمة بإذن الله تعالى. وختاماً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً.
نشكر سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط رئيس لجنة التحكيم على هذه الكلمة. أما الآن فننتقل إلى عرض يتناول رحلة الهاكاثون بتقديم رئيس اللجنة المنظمة للهاكاثون بجامعة البحرين الدكتور عبد الله الجلاهمة أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال، والدكتورة أمل الريس أستاذ مساعد بكلية تقنية المعلومات عضو باللجنة. Now we may move on to a presentation on the hackathon's journey presented by the head of the hackathon committee at the University of Bahrain, Dr. Abdullah Al-Jalahma, assistant professor at the College of Business Administration, and Dr. Amal Al-Rayyas, assistant professor at the College of Information Technology committee member. أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني اليوم أن أستعرض معكم المراحل التي مر بها تنظيم هاكاثون التعافي بعد جائحة كورونا. هاكاثون التعافي بعد الجائحة هو تعاون ثلاثي بين جامعة البحرين ومعهد الإدارة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي جاء ليسلط الضوء على ما يمكن الاستفادة منه من هذه الجائحة. فقد قام معهد الإدارة العامة بعقد دراسة لآثار جائحة كورونا على مستوى أداء موظفي القطاع العام بمملكة البحرين، وتم حصر التحديات التي واجهت القطاع خلال هذه الفترة. ومن ثم قامت جامعة البحرين بدورها بتبني دراسة تلك التحديات والسعي لإيجاد حلول مبتكرة لتلك التحديات مبنية على فضل الممارسات التطبيقية والمنهجيات العلمية، وذلك من خلال تشكيل فرق مكونة من عدد من طلبة الدراسات العليا وأكاديميين وممارسين من القطاع العام. بدأت المراحل الأولى للإعداد للهاكاثون في شهر مارس الماضي، فقد قام فريق معهد الإدارة العامة بمناقشة التحديات مع جامعة البحرين، وقامت جامعة البحرين بدراسة تلك التحديات بدقة وتشكيل الفرق المشاركة في يونيو في 10 يونيو من العام الحالي. وتم عرض آلية العمل على الفرق المشاركة وتدشين الهاكاثون في تاريخ 28 يونيو. وبعد تدشين الهاكاثون تم عقد 7 ورش عمل تم خلالها صقل وتنمية مهارات المشاركين في البحث العلمي والابتكار وقرص روح التحدي والإبداع. فتم التركيز في 6 ورش الأولى والتي تم تقديمها من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP على شرح التحديات الموجودة بالقطاع العام والتركيز على منهج التفكير التصميمي، والذي ساعد الفرق في تحديد المشاكل بدقة والخروج بأفكار خلاقة. ومن ثم قامت جامعة البحرين بعقد ورشة عمل والتي تم من خلالها توضيح آليات البحث العلمي التي يجب الالتزام بها في خلال مرحلة البحث للفرق المشاركة، ومناقشة بعض التعليمات الخاصة بالهاكاثون. وبعد الانتهاء من الورش قامت الفرق بالبدء بجمع البيانات والعمل على تحليلها للوصول للحلول خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي خلال تلك الفترة قامت اللجنة المنظمة بجامعة البحرين بمساعدة الفرق بتقديم الحلول المطروحة على شكل أوراق بحثية في مؤتمرات عالمية ونشرها في مجلات علمية محكمة. ولله الحمد تم نشر أغلب الأوراق في المؤتمر الدولي للابتكار والذكاء المعلوماتي والحوسبة والتكنولوجيا، وفي مؤتمر القيادة المستدامة والتميز الأكاديمي. وفي نفس الفترة قامت اللجنة المنظمة بجامعة البحرين بتشكيل لجنة التحكيم والمكونة من 7 محكمين من القيادات ذات الباع الكبير في مجال تطوير العمل الإداري في القطاع العام بمملكة البحرين، وذلك للقيام بتقييم الحلول المقدمة من ناحية مستوى الابتكار ومدى فعالية الحلول للمنظمات والمجتمع عموماً. وقد قامت لجنة التحكيم مشكورة بتزويدنا بالتقييم النهائي للحلول المقدمة من قبل الفرق العشرة. وها نحن اليوم
مجتمعين من أجل تكريم الثلاث فرق الفائزة وتسليط الضوء على أهمية هذا النوع من المبادرات الساعية لدعم ورفعة مملكتنا الغالية. وفي الختام نحب أن نهنئ جميع الفرق العشرة على مبادرتهم في دعم العمل الحكومي للنهوض بجهود مملكتنا الحبيبة واستغلال مهاراتهم البحثية في إيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات في القطاع العام. نحن هنا لنقول أن الجميع فائز بمبادرته، وكأكاديميين فنحن على علم بأن استغلال الوقت في نشر البحوث هو من أثمن الأمور، فنتمنى للجميع النجاح والتوفيق. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر زملائي الدكتور عبد الله والدكتورة أمل على تقديمهم رحلة الهاكاثون. والآن ندعو السيد أبو بكر عبد الكريم، محاضر بمركز اللغة الإنجليزية، عضو اللجنة المنظمة للهاكاثون بجامعة البحرين، لاستعراض الفرق المشاركة وعرض تحديات القطاع العام خلال أزمة كورونا. Please join me in welcoming to the stage Mr. Abu Bakr Abd al-Karim, lecturer at the English Language Center, member of the Hackathon Committee, to present the teams and the challenges of the public sector during the COVID-19 pandemic. Assalamu alaikum wa rahmatullah. The recovery after COVID-19 hackathon was launched in June 2021 as a joint initiative between the University of Bahrain, the Bahrain Institute of Public Administration, and the United Nations Development Programme. The hackathon consists of 10 teams, formed by a selected of postgraduate students and supervised by a number of academic faculty members from the University of Bahrain and mentored by members from the public sector. The teams focused on a set of challenges in the aim to come up with innovative and implementable solutions for a better future for our beloved kingdom. These teams and challenges are Team 1. Massed unemployment in the organization, taking advantage of remote work as a vacation. Team 2, failure of the direct supervisor to distribute tasks to employees. Team 3, lack of clear policy to assess employees' performance remotely. Team 4, lack of work continuity plan for the organization and crisis handling. Team 5, limitation of organizational communication, difficulty in communicating within the work team. Team 6, focus on a limited group of achieving employees, not assigning responsibilities to some employees. Team 7, lack of mechanism to follow up on tasks and projects. Team 8, customers and service applicants resist to change, employees resistant to change. Team 9, inability to digitally transform services. And Team 10, failure to create a work environment for remote work. Before my colleague Maryam comes back to the stage to announce the top three teams, I just wanted to say that everyone is a winner. Today, for your professionalism, passion, and knowledge throughout the journey was at least to say remarkable. Congratulations to all the teams and good luck. Thank you. نشكر أستاذ أبو بكر على هذه الكلمة. ها قد وصلنا إلى اللحظة الحاسمة، لحظة الإعلان عن الفائزين في الهاكاثون. وبهذه المناسبة أتشرف بدعوة سعادة رئيسة جامعة البحرين وسعادة مدير عام معهد الإدارة العامة ورئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ليتفضلوا بالتواجد على المنصة من أجل البدء بمراسم التكريم. May I please invite to the stage Her Excellency the President of the University of Bahrain, His Excellency the Director General of the Institute of Public Administration and the Head of the UNDP Office AI to announce the winners. Thank you.
الفريق الفائز بالمركز الثالث الفريق رقم 4. البروفيسور إبراهيم مطر مشرف أكاديمي. الأستاذة هاجر كاظم مشرف أكاديمي. السيد خالد العيد مرشد. زكية سيد محمد طالبة دراسات عليا. عبد الله بهزاد طالب دراسات عليا. صباح مطر طالب دراسات عليا. الفريق الفائز بالمركز الثاني الفريق رقم 10. الدكتورة ميادة خليل شكري مشرف أكاديمي. الدكتورة جفلة العماري مشرف أكاديمي. الأستاذ مروان عصام مشرف أكاديمي. الدكتورة لولوى بودلامة مرشد. السيد مصعب هجرس مرشد. هاجر البحري طالبة دراسات عليا. قاسم ظافر طالب دراسات عليا. يتفضل الفريق بالتقاط صورة تذكارية. أما الفريق الفائز بالمركز الأول الفريق رقم 9. الدكتور فوزي البلوشي مشرف أكاديمي. الأستاذة سيمة المحمود مرشد. عبد الله عاشور طالب دراسات عليا.
أما الآن ننتقل إلى تكريم اللجان العاملة على إظهار الهاكاثون بالصورة المشرفة، ومع تكريم المتواجدين معنا من لجنة التحكيم. سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، رئيس لجنة التحكيم. الدكتورة ريم أحمد البوعينين، نائب رئيس جامعة بوليتكنيك البحرين. الدكتور عصام العلوي، مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. شكرا دكتور، الله يخليك يسلمك. السيد محمد صالح الداوود، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بجهاز الخدمة المدنية. السيدة مها عبد الله سبت، مدير مركز معلومات المرأة بالأمانة العامة بالمجلس الأعلى للمرأة. ندعو المحكمين لالتقاط صورة تذكارية. والآن مع تكريم أعضاء اللجنة التنظيمية من معهد الإدارة العامة. السيد محمد حسن السباع، مدير إدارة الاستشارات والبحوث. السيد فيصل عيسى الخياط، قائم بأعمال رئيس قسم التطوير والتعليم المستمر. الفاضلة دانا البوعركي، رئيس تصميم وتطوير الحلول التدريبية. السيدة ريم سيف محمد، رئيس الإعلام. الفاضلة لمياء مهنة، أخصائي برامج تدريبية أول. والآن مع تكريم اللجنة التنظيمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. السيد علي سلمان، مسؤول البرامج التنموية للتنمية الاجتماعية والكفاءة الحكومية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. والآن مع تكريم أعضاء اللجنة التنظيمية من جامعة البحرين. الدكتور عبد الله الجلاهمة، أستاذ مساعد بكلية إدارة الأعمال، رئيس اللجنة. الدكتور فيصل حماد، مدير تحليل المعلومات بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أستاذ مساعد بكلية تقنية المعلومات سابقاً. الدكتورة أمل الريس، أستاذ مساعد بكلية تقنية المعلومات. الأستاذ أبو بكر عبد الكريم، محاضر بمركز اللغة الإنجليزية. السيدة لمى التميمي، رئيس العلاقات العامة والاتصال الخارجي. الأستاذة مريم أبو الفتح، مساعد بحث وتدريس بكلية التعليم التطبيقي.
إنه لشرف لنا في الختام أن نشكر جامعة البحرين ومعهد الإدارة العامة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين على هذا التعاون البناء والذي يخدم مملكتنا الحبيبة. ونتقدم بالشكر الجزيل للجنة التحكيم على جهودهم المبذولة في تقييم أبحاث المشاركين، كما نشكر جميع المشاركين في الهاكاثون على سعيهم في تقديم أفضل الحلول لتحديات القطاع العام في سبيل الارتقاء بأداء القطاع العام. والشكر موصول لكافة القائمين على تنظيم هذا الهاكاثون وكل من ساهم في إنجاحه. This concludes our ceremony. We are grateful for this beautiful cooperation between the University of Bahrain, the Institute of Public Administration, and the United Nations Development Programme in the Kingdom of Bahrain. We also thank the jury for their efforts in evaluating the participants' research, and we thank all participants in the hackathon for their efforts to provide the best solutions to advance the public sector. We also would like to thank the organizers of this hackathon and all those who contributed to its success. And last but not least, we thank God to help us linger this fruitful cooperation for the good of our nation to serve our beloved kingdom. ندعو الله أن يوفقنا وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت رحلتي مع الهاكاثون رحلة ثرية جداً وممتعة. نتمنى أن تكون في مبادرات مماثلة في المستقبل من أجل التوأمة بين البحث العلمي والقطاع العام وحتى القطاع الخاص في مملكة البحرين. في النهاية البحث العلمي هو الطريق من أجل إيجاد الحلول وخاصة الحلول المستدامة بالشراكة مع منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة. نتمنى أن تكون مشاركة جيدة. طبعاً مشاركتنا كانت من أجل إيجاد حلول لاستدامة العمل في الأزمات. كانت الرحلة فيها بعض التحديات حيث أن المنهجية جديدة كانت، ولكن في نهاية المطاف الحمد لله كان جهداً مجزولاً وتمت مكافأتنا الحمد لله بالمركز الثالث. وفي نهاية المطاف الفوز ليس فوز الشهادات أو الدروع، وإنما الفوز هو الإنجاز والتطبيق مع القطاع العام. فكلنا كهيئة أكاديمية في جامعة البحرين نكون فخورين جداً عندما يكون لنا مساهمة فاعلة و أيضاً جيدة من أجل تطوير القطاع العام وخدماته. يسعدنا اليوم في ختام هاكاثون التعافي بعد جائحة كورونا، والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها للعمل الجماعي بين مختلف مؤسسات المملكة، والذي يهدف إلى تشكيل وتطوير أجيال متعاقبة من القادة، والتي تسهم في إنشاء منصة لاقتصاد قائم على المعرفة. نحن سعيدين اليوم بما تم تقديمه من أفكار ذات قيمة عالية من قبل العشر فرق المشاركة، والتي من الممكن بأن تحدث أثر كبير في تطوير القطاع العام. ونحن على ثقة تامة بأن الفرق المشاركة سواء من طلبة دراسات عليا أو أكاديميين راح يستمرون بما تم تقديمه من خلال هذا الهاكاثون من أفكار خلاقة ومبدعة، راح يستمرون فيه مع زملائهم من أجل رقي ورفعة مملكتنا الغالية. نحن نعتبر هاكاثون التعافي بعد جائحة كورونا هو بمثابة نقطة انطلاق لمسيرة أطول نعمل فيها سوياً من أجل توليد الابتكارات التكنولوجية الجديدة والعمل على تكييفها واعتمادها. احنا الفريق اللي وجه لنا التحدي اللي هو عدم القدرة للتحول الرقمي للخدمات العامة، فمن خلال يعني الدورات اللي حضرناها من والاجتماعاتنا يعني عن طريقة التفكير التصميمي أو خطوات اتباع خطوات التفكير التصميمي، فكرنا في موضوع تقريبا يعني جزء من كل عملية
عامة اللي هي الانتظار لاستقبال الخدمة. والأهم في الموضوع من يعني اللي ركزنا فيه بعض الخدمات اللي تحتاج حق الحضور الشخصي للاستلام بشكل لاستلام الخدمة أو بشكل إلزامي، ومنها الخدمات حق المستشفيات والمراكز الصحية اللي تلزم المواطن أنه يحضر عشان أنه يكشف عليه أو يستقبل الخدمة وكذا. فإحنا يعني فكرنا في عملية تحديث عملية الانتظار يعني بدمجها مع التكنولوجيا وتقريبا فكرنا أو صممنا نظام باستخدام الموبايل ممكن الهواتف الذكية ممكن الشخص يعني يشوف قائمة الانتظار أو عدد الناس المنتظرين للخدمة ويفكر أنه يضم يروح ينتظر أو يستلم الخدمة أو لا أو وقت ثاني، ولما يوصل على مكان الخدمة ممكن يضم حق قائمة الانتظار وينتظر. إذا ينتظر برا ممكن ينتظر على في مقهى في مكان مناسب للانتظار، بحيث أن عدد الناس اللي موجودين في مركز الخدمة أو قريب من الخدمة بيكون عددهم يعني يتناسب مع المساحة الموجودة في مكان الخدمة، على أساس أنه في يكون تباعد اجتماعي مناسب خاصة في المراكز الصحية، لأن عدد المرضى والناس اللي مناعتهم أقل من الناس العاديين بتكون أكثر. فهي الفكرة أن دمج التكنولوجيا في عملية الانتظار، وعملية الانتظار مثل ما يعني ذكرت موجودة في أكثر أو معظم الخدمات العامة في البحرين. الختسيمة ممكن بعد تعطينا فكرة عن طريقة دمج مشروعنا بباقي الخدمات المطروحة من قبل الحكومة الإلكترونية. طبعا الفكرة كانت مبنية على ان احنا نقدر نستغل الخدمات الحكومية اللي موجودة حاليا في القطاع الصحي، احنا اخذناها كمثال مثل ما ذكر الدكتور. فطبعا والتطبيق تطبيق الهاتف الذكي يساعدني كثير ان انا استخدم هذه الخدمات او الخواص اللي موجودة في النظام المقترح. فكان احنا عندنا مقترح انه ممكن يكون جزء من تطبيق صحتي تابع لوزارة الصحة، بحيث ان انا حتى اذا انا ربطت مع نظام وزارة الصحة ممكن يتعرف النظام على المواعيد اللي لي في المركز الصحي، ويعني يربط المواعيد بالنسبة حق المساحة أو المكان اللي أنا راح أحضر له. فراح يعني راح يتعرف على أن مثلا كم عدد الحاضرين في هذه المنطقة، ويسمح لي أن أنا أكون متواجدة فقط في يعني إذا كان عدد معين موجود. فالربط بين الخدمات الصحية سواء كان عندي موعد لرؤية دكتور أو للحصول على الأدوية أو غيرها، هذه كلها خدمات حاليا إلكترونية متوفرة. فإذا إحنا قدرنا نربط فكرتنا أو نظامنا بهذه الخدمات الصحية راح إنه يساعدني إن أنا أحرص أن مكان تواجد المرضى يكون فقط للعدد المسموح به مع مراعاة التباعد الاجتماعي. فهذه كانت الفكرة الرئيسية بربطها مع الخدمات الحكومية. مثل ما تفضل الدكتور والأخت سيما، الفكرة الرئيسية اللي تخص الفكرة المقترحة هي أن نبتعد عن اللي هو النطاق الضيق في مرحلة الانتظار الأخيرة للحصول على الخدمة، بحيث الاستفادة من الواقع الافتراضي، بحيث أن الشخص اللي ينتظر لا يكون بحاجة إلى الانتظار في نطاق غرفة تكون مقيدة، بالذات الحين مع مرحلة جائحة كورونا مقيدة بالمساحة وبالعدد المسموح مع التباعد الاجتماعي. فأصبح المجال أن الأشخاص بإمكانهم أن يتواجدون بحرية أكثر، يستفيدون من وقتهم بشكل أفضل في مناطق أخرى بانتظار الوصول إلى رقم اللي هو رقم الانتظار الخاص فيهم، بحيث أن تكون العملية أكثر سلاسة وتجنب الاكتظاظ في نقطة الخدمة الأخيرة، مما يحافظ أيضا على سلامة مقدمين الخدمة، وهي من الإشكالات التي يحاول فيها ما زال اللي هو الجهات المختلفة
تجنبا، اللي هي الاكتظاظ عند المرحلة الأخيرة من الخدمة، واللي هو الاستفادة من التقنيات المتوفرة وبشكل منطقي قابل للتنفيذ حاليا بالتكنولوجيا المتوفرة، كان هو أحد أهم عناصرنا بحيث أن تكون قابلة للتنفيذ وليست مجرد فكرة مستقبلية.